خارج الجدران هي إيصال الخدمة إلى المناطق التي هي يعني تكون بعيدة شوية من المرافق الصحية، إلى مناطق يعني في ناس ما يقدروش يوصلوا لها بسبب مشقة الطريق. كمان في أمهات يعني ما تقدرش، يعني تكون تعبانة مش قادرة إن هي مثلا تجي على أساس تكون حامل، نوصل الخدمات التطعيم له ولطفله. الدكاترة يطلعوا يشوفوا الجوال ويشوفوا الوضع كيف، هم كم امراض مش امراض. الحمد لله والله من بينهم شيء، بكثر الله خيرهم. شكرا لمنظمة اليونيسف، فقدموا لنا خدمات مستوصف مجانية.